شاء الله. وهذا سمك النيسر، نيسر ظفار ما شاء الله. شوف الحجم، كبر كف الإيد. احنا ما عندنا هذا الحجم. ربيبة محمد كم الكيلو؟ كم الكيلو؟ ريال 800 ريال و800 الكيلو. هاي كم كيلو يجي؟ 10؟ ايوه 10 كيلو، 9 كيلو، 10 كيلو، يعني يجي 20 ريال تقريبا. وهذا سمك الحمام نسميه احنا. اليوم غدانا يا ابو علي، شو غدانا يا ابو علي؟ جيش. يا سلام، كم الكيلو؟ كم قال لك؟ اخر كم؟ كم اخر؟ ها؟ قول. ريال 700 وريال و500 زين. يلا توكل على الله، شيل قطع، افتح افتح لها ما اليوم ولا الله. شوف اشوف 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 اشوف. يا سلام يا سلام، يلا غايته غايته. اليوم يستاهلون يستاهلون. يا سلام يستاهلون هالجش الحلو. هذا جشهم بعد، هذا جش ابو علي. لا انا الصفار هاي البيت الأصفر هذا. اي بس 4-8 قطع يصير وعلي. نقص واحدة، نقص واحدة والله. ايش بس اذا زاد؟ هاي شنو؟ ها كوفر، كوفر غير نمون انتو. ها كم الكيلو الكوفر؟ ريالين الكوفر، ريالين. يا سلام فريش. يا سلام، ما ريسوت ريسوت. الله، شنو هذا السمك؟ صال. يا سلام، كم الكيلو صال؟ الكيلو ريالين. الله، يا سلام على السمك الفريش. يا سلام. الله، وهاي الصافي بعد. ها الصافي، هذا صافي صنيفي ولا صافي؟ صافي صافي عربي، مش صافي صنيفي. ها لا صافي عربي، صافي عربي. يا سلام يا سلام على الصافي العربي. وهذا البيض ماله، وهذا البيض. يا سلام الشحم، هذا شحم سمين. هذا يا سلام يا سلام، هذا اهداء لاخواننا الكويتيين. النقرور، شوفوا حجم النقرور ما شاء الله. كم كيلو في هذا؟ انتم تعرفون عادة كم كيلو يجي داخل؟ كيلو ريال. كيلو ريال، هذا كم كيلو؟ 3 كيلو 4 كيلو؟ 2 كيلو 200، يعني 2 كيلوين ونص. يا سلام على النقرور العماني والصال. الله، ايه هذا الهامور. ها هذا الهامور الصغير، هذا احلى كبسه، 3 حبات تطلع فله. هذا اللحم العدل. هذا نقرور. ها ما شاء الله، هذا كم؟ 5 كيلو 6 كيلو فيه. ها ما شاء الله. طلبت منه يقطع السمك على هواي، يوم وصلت عنده فقطعاه أحلى من هواي. فنانين ما شاء الله عليهم، فنانين بالتقطيع. هذا التقطيع السمك الصحيح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وتنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله اليوم، يا سلام طبختنا جاهزة، مو جاهزة يعني قاعد نجهزها. العيش المشغول ويا شوية قفشة بهار، ترى ها قفشة، نص قفشة، شوية دهينة، فنيال، وهاي بشولة حاطينها، والعدة. يا سلام يا سلام، عدة أبو عبود طبعا كالعادة، بهارات ميكس، بهارات أبو عبود، فلفل أسود، ملح، لومي صحاري، كركم، دارسين. يا سلام، وكمون بس. وهاي الشنطة ما يحتاج بعد.
بدون غاز طبخات عودة ما تصير ترى، يعني بتتعب بتتعب. وعلى هالمنظر الحلو يا سلام، زروا زروا يا معبود شوي، خلاص اصور الطاولة. قعدوا قعدوا قعدوا، شوف 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 شوف، يا سلام يا سلام. ها الله على هالمنظر هذا، كم يسوى كم يسوى كم يسوى، ما شاء الله يا سلام. وهذه قعدتنا ما شاء الله، فرشنا سفرة تحت، حطينا اغراضنا فوقها وبس. هاي كراسي ابو عبود عاد، ها لعب دور لعب دور الغافة. ها يا صلالة خيمة خيمة الطاولة طاولة القاضي. وعيشنا جاهز. انزل يا معبود تحت ويا ويا الاجواء ويا الاجواء ويا الاجواء. وهذا دارسيننا، حطينا قفشه والكركم وصل ماي بعد. يا سلام ايوه، حركه حركه يا ابو حركه حركه، خليه يشقر يتشقر. ايوه زيدي زيدي ماي معبود، زيدي ماي شوي بس بس. ايوه خلاص هالحمرار هذا، ها بس الحين شوي فوقه الدهن. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. عطني عطني من الله يا مرة، عطني من الله عطني من الله. يا سلام سلم بس فوق الدهن فوق الدهن يا أبو عبود. الله يلا 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 يا سمك يا جش، ما شاء الله عينكم عينكم على السمك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. عدال 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 عدال. ها قياس قياس قول ما شاء الله. ها يا سلام يلا دشي 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 حمار، دشي دشي في السمك. روي المتابع روي السمك قلايك، رويهم 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 ما شاء الله. يا سلام يا سلام. مرة السمك قياسنا. يا سلام دشي داخل دشي داخل دشي بس خلاص. ما شاء الله يا سلام يا سلام. العيش فوق العيش ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا النثري اللي على أصوله ما شاء الله بالعافية علينا. فوق السمك بعد يا سلام يا سلام. الله الصال هذه العدور فوق شو هاي بعد يا سلام. الله بالعافية علينا عاد، ما بنصور لكم احنا ناكل، اخاف تخافون مني وانا احط السمكة في حلجي عاد. يلا تحياتي لكم، والقريب حيا والبعيد المرة الجاية ان شاء الله. واليوم إن شاء الله رحلتنا إلى شعت، مطل شعت
80 كيلو متر المسافة بنقطعها في ساعة وربع، والارتفاع 1030 متر عن سطح البحر. وإن شاء الله الرذاذ ما يخيب ظننا، يكون قليل الرذاذ عشان نشوف البحر من فوق القمة، ما شاء الله جميلة. ومرورا في العودة إلى شاطئ الفزايح، ما شاء الله جميل جميل المكان. الارتفاع 620 والحرارة 26، ما شاء الله الرذاذ يزيد يزيد، الله يستر ونشوف البحر. وصلنا الحمد لله لارتفاع 1030 على هالمطل الجميل، ما شاء الله يا سلام. تخيل انت فوق والغيم تحتك، شوف 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 المنظر، شوف المنظر، الله الناس يجون مقطعون هالساعات هاي عشان هالاطلالة الجميلة، ما شاء الله. الحرارة طبعا 21، تخيل موبايلك يطيح ولا شيء يطيح، خلاص لا تدور عليه نهائيا. Thank you.
مسلم. نعم. مرحبا. اهلا اهلا. الله يخليك. الله يخليك. تسلم. الله يخليك. وين عيالك هذيلا؟ بعدين عندي هدايا سيارة فيكم. وهذا هني الارتفاع متر 80، لازم تنزل راسك قدر المستطاع او تحبي عشان تتعدي المكان هذا الجميل ما شاء الله. يا جماعة مبرحين قاعدين طالعين قهوتهم وشايهم. يلا تبرد يا البطبوط، 21 الحرارة. يلا حين راجعين إلى صلالة، بنمر على شاطئ الفزايح الجميل ما شاء الله. ارتفاعنا الحين 1020-1030. مشموم في الطبيعة ما شاء الله، لا تنسون تمرون وتأخذون لكم من هالمشموم الحلو اللي ريحته ما شاء الله تبطل الرأس. الحين طريقنا نزول إلى الشاطئ، تقريبا 6.5 كيلو وانت نازل على سرعة 10 و20. وهذا شاطئ الفزايح الجميل، بين طبعا منطقة هني فيها عايشين ناس وعندهم حلال وعندهم رعي وعندهم قوارب صيد وعندهم وعزب. الله بالبقر، سوري البقر يا مرة.
لو ما هالبقر، لو ما هالبقر وين بنحصل حليب؟ وين بنحصل جبن؟ وين بنحصل سمن؟ ها؟ قشطة، لبن، ما شاء الله. هاي البقر يرعى ما شاء الله. وهالقعدة الجميلة، وغوري الشاي وغوري القهوة، اطبخ في هالمكان الجميل ما شاء الله. ابو عبود ترى الزحلق، الزحلق وطاح هني عاد اشوى رمل رمل. شفت ريل ناقة فقلت خل انزل مكانها لكن زحلقت. يلا اكبر وانسى. الله يا شاطئ الفزايح، وينك يا بحر الفزايح؟ ما شاء الله جميل. بعد هنا ناوي نطيح. يا سلام يا سلام يا سلام على البحر. يلا ابو عبو جت الموية جت الموية جت الموية، ما شاء الله. يوه بارد بارد ثلج. ها متابعيني اقدر اسبح ولا لا؟ شو تقولون؟ الماي ثلج، بروح اجيب ميزان الحراره بشوف الماي. ما شاء الله هناك الربع يسوون حمسه تونه، ما مسوين حساب بس انا حاط تونه في السياره احتياط يعني. ما شاء الله برجع اجيب الميزان. عاشه عبود جزاك الله خير. يا سلام اضربوا بملاس شوي على خاطري. هاي الملاس الخشب، يلا اعطيني، يلا حطي بهارج حطي بهارج بعبوش. يا سلام تونه، ما نقول تونه نقول يودر، يودر جودر، هالعمان يقولون جودر. ما شاء الله زيدي زيدي خلي حرقنا نحرق ابليس وعوانه واللي في بالي. احد في بالي بس متعودت على هالكلمه هذه، اللي في بالي اللي في بالي. جزاكم الله خير. وهذا العيش جهز. يا سلام اشوف الحبه، يا سلام. ها متابعيني الحبة ناضية مستوية مستوية. يلا 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 عاشت عاشت معبود ما شاء الله. ليش يصوفر العيش يا متابعيني؟ حطينا ربع قفشة بهار مشكله. يا سلام سلام الحبة. ها تقول يا سلام. يلا سكري 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 سكري. الله على هالمكان الزين. تحياتي واشواقي، بنعطيكم درجة حرارة البحر. واحد وعشرين بوينت ثري. يا سلام الرطوبة عالية. ليش عالية؟ مش رطوبة، الرذاذ هو يعطيك نفس الرطوبة يعني، بس الجو ما شاء الله يبغينا سبحة أبو عبود. يلا 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 خلي يجهز الغداء فوقه. ما شاء الله يقول لك المثل، عندما يبدعون النساء يبدعون. يقول لك
وراء كل رجل عظيم. عم عبود امرأة عظيمة. يا سلام عليك، يعطيك العافية وتحياتي لك. يلا يلا بسم الله. شوف شوف شوف، خلينا نروي المتابعين الحاكوكة شلون تكون. طباخ نص ساعة، منو يوصل النص ساعة في الطباخ يخبرني، ولا هدية إن شاء الله. تحياتي لكم. ويلا القريب حياة والبعيد نسوي له طريج، في طريج طيارة وفي طريج هيمة وطريج الساحلي. تحياتي ومساءكم ورد. لقمة أبو عبود ويا الأشار ويا الحاكوكة ويا البطار ويا شوية شو اسمه، اهمزها اهمزها هالنمونة يهمزونها بس همزة واحدة. شوف 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 تطلع، شوف 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 شوفوا شوف شوف ها شوفوا شو تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكروا الله تابعينا. شو حكيكم شو اقول لكم، ما شاء الله ما شاء الله، رحلة جميلة. والحين طريق العودة، جزاكم الله خير. شكرا متابعينا ويعطيكم العافية. وصعب علي، صعب صراحة انتاج الافلام دون انترنت على التليفون صعب، فان شاء الله اوصل للمستوى المطلوب في عرضي للافلام. فلا تنسونا في الاضافة وارسال القناة لأهلكم وقرايبكم، فتابعونا فالقادم اجمل ان شاء الله. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.